بتصريح تلفزيوني لكم قلت أن مجلس التعاون الخليجي هو كتلة واحدة في مواجهة التحديات العالمية. ما هو مستقبل هذه الكتلة كما تراها الآن، لا سيما بعد المصالحة الخليجية، وما هي آفاق تقويتها؟ لأنك كما تعلمون مع السفير التحديات كبيرة والتطورات كثيرة في المنطقة. مجلس التعاون أثبت صلابته وأثبت قدرته على البقاء والصمود لوجه التحديات الكبيرة، ولقد كانت الأزمة التي مر بها المجلس خلال السنوات الماضية خير دليل على صمود المجلس. لقد استمر المجلس خلال هذه الفترة بعقد اجتماعاته الفنية والتقنية باستمرار وبانتظام وبدون توقف، حتى بعض الاجتماعات الوزارية كانت تعقد بدون توقف، وهذا أثبت أن المجلس لم يكن عرضة للأهواء وللأنواء وللخلافات السياسية، وإنما كان كيانا صلبا أسس على قاعدة صلبة واستمر في عمله. اليوم هذا المجلس يمارس دوره بشكل أكثر فعالية مما كان عليه في السابق، لأنه يعني الأزمات التي لا تهدم الكيان تشد في عضده وتدعمه وتسنده وتدعمه. لذلك نحن على ثقة بأن مجلس التعاون سوف يؤدي بتزايد وبنمو دورا متناميا وهاما في التعبير عن مصالح الدول الأعضاء فيه وفي التعبير عن مصالح الأمة العربية والإسلامية. ما مدى التنسيق بينكم في الأمم المتحدة كمجلس تعاون خليجي؟ هناك تنسيق وثيق مع الأخوة الزملاء في أعضاء البعثات ومجلس التعاون. طبعا كما ربما تعلم هناك مكتب لمجلس التعاون في الأمم المتحدة، وهناك اجتماعات دورية تعقد على مختلف المستويات لتنسيق المواقف وللتأكد من سلامة التعبير عنها بين مختلف الدول. قد لا نتفق على كل شيء، قد نختلف على بعض المواقع، ولكن هناك محاولات دائمة لتكوين مواقف مشتركة من دول الأعضاء في المجلس.